يعيش سوق العيون المركزي على وقع التقيد بتدابير الاحترازية ضد الوباء المتحور. ويتبين الالتزام رواد السوق حيال تطبيق الترتيبات الصحية في ظل التأكيد على أهمية اتخاذ الحيطة والحذر. بالسوق المركزي بمدينة العيون الذي يعج بالحركية والنشاط، يبدو التقيد بالتدابير الاحترازية دون مستوى تطلعات في ظل جهود التصدي لجائحة كورونا. وبالرغم من محاولة فرض الإجراءات الصحية على رواد السوق وملاك المحلات، فإن الوضعية تشي بالكثير من عدم الاكتراث. الالتزامات هون والله أول بداية كورونا كان ما شاء الله ذي قدر من الالتزام، قدر من الالتزام بإجراءاتها كاملة تباعدية والكمامات الحولي. قال للأسف من تالي والله بدأت الناس يا واجعة تتهاون بها وتنسى ياسر من الشيء كان من الإجراءات كان وياسر من الشيء كانت ملتزمة به. قال بعد الحمد لله بالأوان التالية واللي بدأت التوعية وبدأت الناس من الحمد لله تحرك وتطي الكمامات وياسر من الشيء بدع في السوق قدر من النشاط ما كان. غير بعد مولي الله ما زال للأسف خاص ياسر بيش إجراءات هنا لا عادية، ما شفنا قبال الالتزام ذاك اللي خالق الناس لا كلها متحاكم على الآخر ولا هم أي إجراءات. وهذا كورونا لا راعوا في المجتمع المدني يأخذ من هك ويأخذ من الله، ما شفنا له أي إجراء. غير أن الوعي بأهمية الإرشادات الصحية يجد بعض الأحيان أذانا صاغية مع تبعات المتحور وخطر انتشار فيروس كورونا المستجد. والله يعني مجيل كمامات بعض ما هيش بعدين مني فعلا حتى لا يلا رجاج بعيرة محتور ودمني حاضر كورونا يلا لا حد يتباعد مع أخو زين مني حتى. والله الإجراءات الاحترازية هنا تياها ما شاء الله مواطنة لا لباس لا محترس. أنت بعض السوق سوق فيه واحدين محترزين وفيه واحدين مالي ما هم هالشيء. غير بعد لا أغلبية من الشعب الحمد لله عندها لا الإجراءات جيدة. أهميتها لأنها الحمد لله تفك من الأمراض، تفك من ذا المرض المتفشي في العالم وفينا إحنا لا قدر الله. اسمع وحاذرين بالنسبه لنا احنا بعد حاذرين الحمد لله ولا لباس. الناس اللي ما هي ملتزمه نقول لها لانها تلتزم. سمعت الدين يفرض عليها الالتزام والصحه. ومع ذلك يبقى وعي المواطنين ضروريا بالتقيد بالضوابط والاجراءات الاحترازيه لمنع تفشي وباء كوفيد-19 على مستوى عاصمه الحوض الغربي. الفاغاوي للشيباني، قناه الموريتانيه، مدينه العيون. الآن ننتقل إلى شبكة مراسلنا في الداخل، حيث ينضم إلينا من مدينة النعمة مدير مكتبنا الفاغاوي الشيباني وعبد الله الصوفي من مدينة كيهيدي. نبدأ معك الفاغاوي، أنت العائد لتوك من مدينة العيون، يعني ما هي مدى التزام أو ما هو مدى التزام السكان هناك بالإجراءات الاحترازية؟ أيضا حدثنا عن العيون وعن النعمة حيث تتواجد. زميلي إسماعيل، قبل أن ألج إلى موضوع التدابير الاحترازية ومدى تطبيق المواطنين، نشير إلى أن منحنى الإصابات كما ورد في التقارير هو مؤشر على عدة عوامل. العامل الأول هو أولا مدى التلقيح وكذلك الإجراءات الفحوص، إضافة إلى ما يسمى بعمليات التحسيس. فيما يتعلق بالحوضين سواء على مستوى الحوض الشرقي أو على مستوى الحوض الغربي، يمكن القول بشكل عام بأن هناك قلق وخوف لدى المواطنين فيما يخص هذا الوباء وكذلك متحوراته. فيما يتعلق بتطبيق التدابير الوقائية وكذلك الإرشاد الصحية، هناك تباين واضح يلاحظ أنه فيما يتعلق بالحوض الغربي أو السوق المركزي الذي يعج بالحركة والنشاط هناك تباين. بعض المواطنين يرجعون ذلك إلى أن التلقيح يكفي من الفيروس، في حين أن البعض الآخر عندما تسأله لماذا لا يرتدي كمامة يقول أنا نسيت الكمامة. إذن هناك وعي وعدم اكتراث، إضافة إلى أن المجتمع المدني يقوم بدور تحسيسي. هذا الدور التحسيسي يعتمد على ما يسمى بالكمامات. في ولاية الحوض الغربي وفقا لزيارة الميدان التي قمنا بها، فإنه يلاحظ نقص فيما يتعلق بالكمامات. وزارة الصحة أو قطاع الصحة استطاع أن يوزع 28,000 كمامة، في حين نحن نتحدث عن ساكنة تقدر بما يزيد على 3,000 نسمة.
على مستوى ولاية الحوض الشرقي يمكن القول بأنه بأن الدرجة أقل فيما يتعلق بكذلك الأماكن العامة والأسواق. هناك تحاول الجهات الرسمية وكذلك المجتمع المدني التوعية بأهمية العملية التحسيسية، لكن المشهد لا يزال يشي بعدم الاكتراث وكذلك عدم التقيد في أحيان كثيرة بالتباعد وكذلك تعقيم اليدين إضافة لارتداء الكمامات، وهو ما يعني في المحصلة النهائية أن دور المجتمع المدني في هذه المرحلة هو دور أساسي، خاصة التوعية والإرشاد وكذلك إرشاد المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من كورونا وكذلك متحوراته. كل الشكر لك الفاغ الشيباني مدير المكتب الموريتانية في الحوضين، شكرا جزيلا لك وتمعنا من مدينة النعمة.